السلام عليكم خانوات وخطوات عزيزة. أهلا هولند مالبن بشمت جمعية إسنخ جمعية صناد دي لمالبن هولند وادا لقاءات من شخصيات قد إسنختاي دي تليهن خا فكرة سقلت الإسنخ ودي لا يعيش ختمة زون مخايهن قاود إسنخ عززتا فاتفقتنا إقاميتا ديلا من خونا ميقرا أبو مشتاق ديلا إيشو يوخنا زورا خونا إيشو قال عيشة ما دسر شنة مخايو قاود إسنخ قال هو يا خاء يأخذ شوا ألف وتشاءمة وطلعتي وخاء عش لي بداية حياته قاود إسنخ ودرس لك مدرسة إسنخ وإتوى الخورانة بتاع خير إلالا هذا ديوة منه فترة عمر ديوة مدرسة وديوة قيتها ومدخيرا بحكمة شغلان داودوا على تاما وعيشة قاود إسنخ دخيوة فمرحبا بيخ خونا أبو مشتاق بولقة قماية ديوت آيت أول شخصية قاود جمعية ديان وبعمر ديوت يمكن بشي يترابم كوليني على والبخاية ريخة وصحة وعافية بولقة مخكو خنوخ بخكمة من ديانة آيت عيشي لخ تامة وغزي لخ دخيد ميران موالي لخ 31 طلعتي وخاء مني تخرج بزوروتوخ بنت ما نسرش النقماية بتعيشي لغ قاود إسنخ مدان تفهم لغ دي وتوزورة أدخل لغ مدرسة إيما بعدخني قمدرسة مني ومنه من طلاب إسنخ دي بعمر ديوخ أو بالزورة أو بشرابة طلاب دي أمي مدرسة إسنخ يوم ميخائيل زايتو بس بشرابة مني طبعا نعم خطري صفتي بش من ديوة أنا بصف أولي ونعمين بصف ثالثي قلت مني حنا ساركيس بروندي أقربو إن خوراني قد شاتر نعم أكيد ما مرضى قال لك من شباب أتو مني ما يروح ميخائيل زيتو ميخائيل زيتو ساركيس ياقو ساركيس ياقو وفيليبس قرياقوس اتوا حنا اتوا باولس قدم لي خالي هوكني اي باو خوري ومدرسة اي وميكي وهو بكندو بكندو اي نعم معلمين الديوخم من يبقوا زونا دي تخرت لي اديات بالي من المعلم تركيس ومعلم ناظم ناظم لا ناظم ديان سنختايا لا لا تلك بنايو ناظم تلك بنايو اوكي قبل من شمعون افندي شمعون افندي واقدم اقدم خاي ومباطر اواد ابريوال رابي هرمز قبل من شمعون افندي ناشد تسيرتي والين بالضبط ناشد يعني بس يعني تقريبا خمن مؤسسين مدرسة أغير شمعون أفندي قال لك معروف إلى مشهوري إلى أي وهالجهة المدرسة وجهة مدرسة إسنخ وخش منو عليك قال إسنخ تاعي صحيح أي أكيد هاي زورة يعني شن القماية دي عايشتوا عليهم بتخرونخ ولو خحضيرة حفلة دقورة تخكمة مثلا بشرابة منه أتقل لك طبعا وليك ديري من إلى أن ناشدي تخرت لي وحضيروا حفلة دقورتي أبقى معي أديات ببالي منه طبعا كلها تبالي منه خكمة لك تبي خكمة لك ميخائيل يلدا ميخائيل يلدا ميخائيل يلدا نعم أورها ججو يوسف بحري يوسف بحري بحك الجوجل ايه ايش خونو
إيش يضخ لا إيش كونوا طاويات وإيش كونوا مش عارف منو ما نبي لبس أو هني كبيرة عم بعطيك من كبيرة أو خوري بس يعني رابع من كبيرة أوكي لأن أديات ببالي الند إيه نعم من قماي أن شانا بسنخ بلبس كبيرة من خريت كبيرة إيه صحيح بيروي على خمي خير هذا تقريبا جبت فيليبس فرنسو فيليبس فرنسو خوري إيش شماشليوس شماشليوس مقوله شماشليوس إيه تراسي ما شمو عندي خير مثل قطمي ديو عليه تبرع مريني كمشله إيه مرو فيليبس ودخو موش النخوراني إيه لا أدي جوارا الجوارا ها أوكي بالنسبة للشولا دي بالخطوة تامة يعني بزورو تخايت بتيخيلو خاينوخ وظيفة تامة كل أيام أنتر تريش نزلي المدرسة تامة هذا ديلن فلاحوتا نعم وبطمة وأبصة ومشقوية وقال خوري بخير دوتين ولا نتخوري قطيوة يعطيه خشابة يزعونه على خور دسناخ قطيوة يعني نقل خواليه من دسناخ دشتتخ بيلة لبل خواليه بيلة لقماية أنا شميل لا لقمية لقنيرة هل هل دشتتخ هل دشتتخ بيلة ميت خواليه لو يقوري لو يقوري اللغة دخل لو يقوري بس بارا لو كده كده هاي مش يقوري مش يقوري قلة هذا ايه ويريخ كخد عالي 10 متر صح خوري يريخ هاوي وتقول شو تقول ما أربع خمسة سنتي قاري ولا صيتة كذي ولا يعني نعم صيتة ايه. نقلف عليه من أسنخ هل دشتتخ بعدين دشتتخ مشمري وعليه ما يم زوال الطراح ما يهن يعني خزلة خزلة مشمري وعليه بخزلة المنطي وعليه نزاف يعني قنهرتها لا قنهرتها لا لا لتوم لتوم ما قيل خيوة يمكن لا فداي ما فداي يقول لك ورخة ليم حملة يعني ساقه ونزول اني قلت ساقه وخاتم ليوة بس تمام ما عدل ليوة أنا مش مريوة على الماء يعني بطريقة بطرين خس لا يزال يخورة هما مطيوة على نزاقه ورخة ماء ويقول لو خن إيجار كده خورة يوميا لا خورة بمريوة ولبس الدشتتاخ خمسة درهم أو شوى درهم أو باقي الدينار كم موجب موجب تقل ديو يعني وخم خا بزنسي وخا شغلة ويعني إيه إيه ده فرصة يا بابا محصل بار إيه ده خم موسم يبا يودي وشر ولا شيء أنا بلا من وقت بلا بتوا هاد خب بلا بلا ديو أو بالجوان قيوت اللي وها كخ أكيد أنت مش وقت منه بس كخ موجب قيابته أكيد طالب بار مخ خجو جوان قطاوي طالب منه لأن يا بيه خدرا ما زودانا إيه تروسي زين وش شو لا توا لقون باري أتي وا لقون سبب شو لان يودوتني ولا جماتا كل إلا باري لا باري لا لا ما شو لخينا يودي وجماتا توا لي باري شقلي وا مقابله لتو شو ما عدا القر شو القرو اللي شقلي باري قروانا شقلي أدي توا الدوارة لو بلو خطرنا بطمة عبصة نعم لو بلو على زاخو شقلي باري لقون انا تخاف على مغليش اقول بوت لي بطخ اتكدونا بوت لي اتكدنا التا بدول من ديانه بدول يمروا على التبادل سلع اتو قطاي طرفة اتو بطمي اتو ابصي زال الابصي كل كل موسم موسم ديو اسوا بقالة خشون زو مثل بعدين بزم مثل البقالة بزم مثل البقالة كبت بلا مثل زهم زم مثل ايه هذا لا قصدي زبون من ديانة اتوا اتوا بقالة ايه اتوا شلون خينة اتوا الصناعية يعني يوديو مثلا نجارة اتوا اتوا نجارة كل خليه نجارة حدادة او نجارة وطاوة ديو بس نخمة تقدر بحتيو ايه يعني مشهورين مشهورين يعني اتوا حدادة اتوا خا بنا يمريوا القولاية بنا القولاية قولاية وتيو خينة من الزرو سنختار ديانيو بس هو ما له لكن دو خير مش يجوا لي ناشي يودي ولا اسجاوي لكن بني اسجاوي
الله بصلاح سقيلة أتنجاو يعني نرى جودة اللي بالخيبية عدد نبني لي أتنجاو عدد اليدوية تلوخ غير شغلاني يعني مثلا طخونايا طلط إرخات طخونايا كخطوة على أطوال يعني شغليوة باري يعني داني طخنيوة لا كطنك هاي شغليوة خطرة منا خطاسة ويني خطاسة مقياس يعني نسبة شغليوة نسبة كطنك شغليوة خطاسة منه أود أرخيلي أو خيلي طخنيوة ولن هاي خمسة طنك شغليوة خمسة ترارات منه دا خطن كشغل خطر يا فجت طن كشغل فجت ترى هي بس الخطة يا صاري وشيش خط قايل أخي ولا لا 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 ما يبص خط خط قايل أخي تغني وكيف ليزاري وتعامل قال قايل أخي ليزاري أدا تغني وخط قايل أخي قلته عند خوخي وخش كم صاري لخو صاري ودخنة ودورة و دورة شيش ملتوا قليل يا خبي أنا جات بالي دريالة أرق ويدال ان دققت لقيت هاد الطاخن طاخن يا ودي واه لكن بخريت لا بخريت بش ما بكي زري وقال لك ايش اسمه ورز زبده شو تخلط وبخريت زري زبده شو تخ كل بشو على رز زبده شو تخ بخريتها اكيد بداري ولا ارخ الرز اي مقلي بيه ولد ما مزيدي ولا خش كان لا لا او دوال ناعم اي لا تخني ولا لا تخني ولا يا ودا داري ولا رز وتو هذا صنع تخيتك اسنخ يأزليوا يا ديو شل وشاب وإن شاء الله تدي زال تقريبا كله يزليوا بقتاتا كنت خمو جبد خيك بذر شك قليلي قليلي وأنا ديو ديو ولا لأن شل طاوي قد أزل طاوي الشل أخي كله هاد قد شو البيت يا بابا أنتوا معمل هاد زالة أو ديو أتوا زقا أتوا زقارة بس نخ يبني وصيادة ها وصيادة صيادة إيه أو برون وزقارة وبس نخ أنا زقارة وإيه وتيوا خينا الشاية ها بس لك ليه قال لك لصغير قال لك بس نخ يبني وال يونان لا يونان جيور 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 صار زقار زقارة بشو نخدتوا على التكيب شو صورت بيت التكيب بيت التكيب وزقارة إيه إيه أنها هم شقلي وبار يعني تولي خوارد من شو عليهن إيه لما تو أزلالو بساقر ولا شلالو خذ بار بربع دينار بشو ودر هم بيج دينار يعني هو يتو الواردة هو إيه زين خلصنا بشو لاني هذا أتولا إيه تد إسنخ أتولا قاشمت أنا الحقل كله الحقل يعني لا قبل قاشمت اللقزي اللي قاشا خينا تعمل الدنيا يعني من يوم خلص اتوقع كان قاشا بطرسي ويمكن لا قاشا بطرسي قبل نقل لك ايه ايه او قمالة او اتيقة يعني ايه قاشمت بشي المسنخ صهارة من يوبدانا شماشا ليوس شماشا ليوس هل مثل لقيت شماشا ليوس يعني بزمن خايد شماشا ليوس قلبه طل وتشاء ما طلعتي وخاء وهي اللي خدت لخمس ناخ شماش اليوسي هل اللي خدت يتيلي زاخو شماش اليوسي هل آوي هل آوي شماش اليوسي والملفة لو كان أكيدي ملفة كولة قال لك شماش من بطلة قميدو قميدو هو رفاة دي وخن قدمنا على عبد الشماش نيخد عورها نيخ تحنى برنونا ما يتخرت يعني دان طلبيوة براتا كالو الختنة ما يوديو ببابه أول ما كبيرة طيبين براتا بابر بروني برات فلان طيبين لألق إن بابا بابر البروني بابا بروني طيبين برات فلان لألق خلص الله جلّا بابر وإيه بابا راديوة مش راديوة ترينا شيء إن بابا دولا أني مد برونا بزواله إن ببابا ما بيابا كيبو خاتها مندي نعم كيبو خذ مانو تأخذ بنت وشو البقتات اللي الموافقي موافق لهن باش هذا الشاب تب لبلي أربع خمسة بودي لأرض صحي من عشيرة من عشيرة من عشر أعرف بودي لأرض صحي من وداري أرض صحي باش الفترة قبل الجوار بدار قطي برط هم لبلي غير جماعة بلبلي برط بلبلي مش قل لك يعني ريشان بلبلي لهن مختار وعطاتية وخاشة أنا أريف المركات بزالي عن القطاع بقض البتي
ميتة جوزي ميتة يبيشي ميتة ليد نو فيك تريه وات ايفر اي مديد هاو بوزون يا با ما يا مرتان تورشب وخل شيكر يسقط يا انت تبس مثل بغم شيكر نعم بعمر بما دينار بعمر بما دينار اي مين ربعي تقيعنا بس انت لانه خاطر دي خمسة دينار خاطر دي قائم مختار انا خاطر دي خمسة خاطر او وليدها تبدي لي قدام يدي من هذا خطال بقاع يا خاطر ادماغ الخا رقم ويدي ويدي لي ويدي لي تيلا قم قاشة طلبت ما مغرفاية قد حبي الشام طلبت ويوا هي بختت عيسى بعدين شقيلان عيسى بلان تمرو فندق البلاله قام قاش على البرق بيو يا براتي كبت لي برلا يا ام باب التفق يا بر يا بر القصنا قاش قاش متيو قاش متيو يا عم قانون قانون ليش ود لا قوة ولا لا قورت السورة ميرا لك مني لك مني قورت السورة تطلع لازم درد طرفين درد للبيت يعني اتو ديمقراطية موزونة لا كل دي لا ديمقراطية بس ادي قوارة احترام ومباطر مطينا ليه حق بقاشة ما بعمل ربعا بس راح حق حقين اوكي طيب على اي نقطة لي برطل هي بخمسة وشابة وروتة بخمسة وشابة بزالة هن لم ينسر شوي سر شوي يعني يعني مشوريش ولا خيار يخيفي لي سر شوي يعني مشوريش كلمة كتيرة لبلي البيواري وبين هاي تالان تالان من قد ترى غلزة لين انتقرت لين اي 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 زمريان قارات ايش دي قارة قاعد مشت لين لا بريس لين لا ايش لي بس هذا بس يشملنا شملت لين مخك ولا مش طوب النخ زالي هن ولا مشكين ددس دقة سنتا مايا بختاتا داري البريش ومبدليلي مش تخاف يا اخي انا ميتين بعد لك بلا جول هتخدنا ومتيول مش كودنت لا لا متاع بقل هي بقلي بقلي هي بقلي دا بعد ايه باتهن ولا 15 حاضر 15 دار 15 بقلي القدر تكون اي ميفاني تكون عدلتي كل ولا ما كنت زاني ايه خلص لا صرت باي برقان ما صرتها لا بلي البورق لا البورق لا بلي خش كنتين بلي البورق بليلي مبارخي واحد ليلي مبارخي شكت الدين مبارخي ها ها أربار يدبر روح يكمل بيش البراعي محكوي ومكخاكة و... أما خلص القاشة خوي البراعي دري دتفق يعني أول لقاء أي كي هاوي القارد إيتا؟ قيتا لا قيتا القيتا قيتا لا قيتا أوكي بس أخذت خكمة شباب ليوري دار برخ خلصت المبرخة داري دتفق يعني برخ لي خلصت خلص المبرخة علامة إلى أيام علامة اتفق إلى بوراقة فلطي مش قارو ختنا فلطي مش طبعا قارات تعدي البرقادة هلا بلي لين برجع البيت الدكالي تابع بخل شاعتي وبرقدي هالبيج الليلة بربيجي بيش ختنا وكارو قريوة تامة قريوة قريوة كانوا ليك ديمة ولا جوا دد بختار شو ليك بختار بختار دمخي ولا تامة قدمت خطنا دام أخ بيتي كالو بيتي كالو أبو قريوة أبو قريوة داري شو تاني قريوة هديو لو قريوة الكالو يهاوي أو قريوة قريوة ديو هديو هديو قريوة دخل كالو لتلا قروتا أو لتلا قروتا بس من تيل اللي يماو وطيلة بعد ببابو ببابو إيه. بس قريوة لا يطاري خطنا القرو يعني نعم قدمتا قريب فطري بلطأيتا طب إذا لا علي دانا كبشي شباب زلم بطيل يختم كان بطيل هن لم يتري دواري ترك كردياته دبراكو قريوة وكان البطل خاصو بطل القريوة بطل القريوة ودبراكو ختل له مش بدرع يتفك ايكا زالي هفن ايكا خضري من بيت كالو البيت خضري أجل ناو قريوة قريوة دخيل قريوة نفس بديلا أجل ناو حقيقة ما خلوفا إيه لازم خضري فاتشكال ولا يقول أكيد من بيته ناو ما خريش عرب لا دشعر بوري ما خيتي ما خيلة ما تيلش عربي
قبل ما دوري كانوا ما يحاول قاوا باري اكيد داخل ياو كاش كخر دا قاوا قزب يبيش يجوز ابنه مثلا تري باري دا كفية دا باش تخوت دا ترى اما خيلا سندر يمريلي سندر نحتاج كفية طعني يا شباب مزارع خباح الاربع اقناع قلبي اربع ودار هذا الرقادة هل باقي اليوم يا إبا ما عندنا هذا تورت الشربي يا ابني تر الشري لا عندي بطة خير لا يدن يعني طبعا تلقى معنى معنى من هذا إيه. تقليدي لو تقليدي لا لا يوريك هذا لا توارى شربي من توارى شربي ويريهم شباب دار هذا الرقادة يقولوا بختاته وبين كيف ده خيجة ما زمريات هاي زمريوا التالا أنا هد صار شوية لا 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 من دلنا من دلنا دي زمرية دا ونفس نفس الزمريات يعني بس طبعا أنا يعني مشي ورا حتى من دلنا أنتوا زماري مشهورين أنتوا مشهورين قال لك أنتوا يا ريو ريش خقة أكيد ريش خقة لا لا يجي لي ويقول لك ريش خقة بس يجي لي وزمارة طالب زمارة قالوا بس سيما أنتوا نخسر فيك الجبورة زميك اللازر زمارة درجة أولى مرقس كدور دا درجة فولي و زيارة و وقالوا بسيمة يعني أنت قال لك يمرغشي بس النمشي مشهورين جدا النترعي مشي مشهورين ايه. بخرة بطوال آدم رنو نعم فاو زمارة وزمري و يعني أنت مرغشي و دارو الباقي اليوم الباقي اليوم بمرية بريرة سبقية بريرة دي خالة هيك هم بيت بيت ختنا بيت ختنا دي زورة دخي هيك يدي مثلا القاري لا لا هذي القواية القواية نعم خبيت قري وقالوا بفرخيل بطة صبخي يقاو نعم بورع كت عشيرة بعشيرة يعني لا خا لا لا عشيرة بورع عشيرة دي بدالة هذا بطل بدالة بكرة بوري خلصنا بكرة بدالة بكمال خلصنا بكمال بدالة بكن يعني عشرة بطل عشرة صول ثقيلة إلي خلي مرتب ما يتلي خلصة المواعين دلنا قم لعين ما تبير عين نخين ما تعلي مواعين نقص المواعين من العلم تعلي قامعين لا صرت صبخيات يطاوي ويعني مبطل ما شاء الله خدرها مفلسة قليلة ومفلسة كيد كل درهم عشرين عشرين فلسة بوق طبعا هذا بخارج تبشوا له ايش قطلت مصرف ما هي يا ختنا يشاق لي ايه الخدمة لها مصريفة ويلا برطل اي بس اي بس برطن يو قالت لي خاكا ولا اداره خمس تو قدري خطا من كرز ارجع لا خاطر ما خير هيدا طيلا الختنة بتجي لدان صبخياتها ما يرتفع الشيرة ياتي يومي خلصي ومباطر صبخياتها هاي هاي مستمر ما هاي برقان الشباب هاي برقان شكل الدنيا بعد قاشا شاري له بجنوني يا ما هي لا اشرح لها لنا يعني ليلة مختول شاري له بجنوني يعني يوم الشرطة دقوير ومبرخ لي ودوخ لي كد وخيانو بخود بخود ولا بدي أعمل القرآن لا يعني ليلة دخ لا 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 هم مبرخ أشقل براخة أبد ليش رأي بجنون لا دام القرآن يعني يا معلومة أخذتها إلى لا لا شريت بجنوني فاخا بركات الخرائي شريت بجنوني الخرائي كلها بخبالي ودي كلها براخة لا شريتها أخذتها تعملها شريتها يعني بعد تري يومي برخ بشبتة وباطرت خوشابة ايه باطرة يعني صار شو 8 بعد قاشف شاري له بجنوني بشلة بختور خوشابة بليلة يعني لو ارتدت فيه أربع ساعة البراخة ايه 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 اوكي هي اديالا باطر شرى بجنوني ذهب قاشا من هرول يا برقاد هل قاعد شباب قلت لي وجبيه لا لا قلت لي وجبيه يعني برقاد داش خوشون هيك بدهم خي اكيد او شاني برقاد شباب ثاني يوم خلصنا يعني يعني طلعت هي يومي اي خقه هاي وزمار وفصول ومن بس للمراوات خيك ثاني يوم تمشي شباب باتين شباب وباتين شباب داو برقد يعني
لا ما نحي لعي طبعا يشامو خكوة يمري شوا يوم وشوا ليلة واتها ولو خحضيرة تخا حفلة مثلا يعني قام زو قال شو مبالغة لا قال شو أنا أي مندي لا أخلنا ليه لا أخلنا نتوه لا لا نتوه يعني ما يغبوا هذا اللي طعم منه وخنخدو ترى قال لك طلعت عي معك شكله حقيقة منه وخنخدو تن لا لا نتوه اشتا شوي ما تلقر نتوه لا باطر هذا بيش لك يعني كد بخميانة بيش له ما بيشت هما شتو زالك بباب دشبت بيشا يعني شفت بطره شطر بطره ورجع بيشا خيو بباب ما يمري لا يا دير بقلته دير بقلته فخل بقران ما هي لقلته ما هي لقلته قلته لي دخ كلمة سورتي لا قردتي أكيد لا يعني فانا ما تفسير الدية وبيدخل مخكمة خينة وهذا الخ قاموس اسنخ برجع ثاني يوم زال جورا ميتين بعد ايش لا بخت خلصنا خلصنا القصه الدوريه خلص له من بابه اي ميرا بيته بيا ديال بيته ديالنا خمسين ما شو لنا يا ديوا ناشد ماتا ما عدا يعني قيس زال قيس يا ديوا اتو قيس اتو ابصي اتو بطمي اتو زال الطرب قطاي طرب كل موت بوقت بوقته زال القطاي طرفه بدانا القطار الكرماني بدانا يودي بدانا زرايا دان صار صاري دان دخنا قمصة وادي قمصة وادي يعني كنت خمشولي شفاني لي يعني شفاني ماتها لي كولي ولا نخراي لا لا خيك نهاوي هاوي لين يميتين نخراي ونهاوي ناش ماتها ناش ماتها هاوي ايه وبقاري بقاري خب بقاري هاوي نخد نووة أكثر من دي أكيد نخد نووة بيخرت يا مريبشوا على باب ده في راتليت يعني بقتوها وشوفانه وي يمدينة تامة وشوفانه يتوانى صار شوفانه شو مالي خك ما يزوا عليها الكرمانة المصرياتها هذا الوقت عند المصريات بشرياواتها شرياواتها يعني دخي وديو يعني قطوا عليه نستعمل كرمانية نعم وأكثر دي عن يا مريبا لقتل نفس قطل نفس كله ودي ولا روبة يعني أنو قليل منه ودي وخمرة نعم كله روبة لأن روبة مستفيد منه بيد ماني قايتها روبة كل ستوى هاوي وخمرة له يا المديرة يخالد قليل هاي قليل وكذا عم كذي ميخنا قردو قردو ها أكيد أخنا نمرية وأنا بيتم مجي نعم ما دي خليه ما دي توالي بقته وطبعا صوادي يدي وقشكي ما جي وارك أنا كديم يجيو يرد يخليه مر أتوار يعني قد لك كل ناس ما لا لا كل يعني. كل ما بيخرج تبغى نلتو بطل اللي بيجي بنت تبغى نلتو ودان دي زوال الكرمان يجيو روبا ويجيو مصر يعني ما تليه ولا دغي عايشي وتاما يعني كل ليلة قدي والتاما راي طلعت ليلي بيشي وتاما تغموج بد كمية أد كرمة وما يخليه شاتي واي كده مخيو اي خرب خرب دولورة ما يخلي خرب دولورة ها كل بيت تامة هاوي ولا بني والي قالي وراتي وطلعت المخي نمي قالي تامة بطلي وخبر ماتي وخيقس قلي خيقس قلي برق قلي ديو خيقس ماتي وخيقس قلي طلعت أربع خمسة شركي وبيو قطلي والي طاوي والي طاوي هرتامة بخلي والآوة آني ومر مصرته دردم خلت ومصرته مخي لنخشك المصرته دخي مبليخي والو يا بني داشي ولا بقلات هاي ليه ندخي عادي بدك ها ويدي وخ حوض يباني والو بنايا بني حوض ويدا مجرى لالو مناخت خوت ودتك قدام قري نعم بتو طنكة جاوة وبشتر طنكة ايه وخيب ما تيجي مشمر عليه لأنه بعد سوقها بقلات ما تيجي أرطال إنه يداري وعليه فرخي وعليه الماضي أو حوض ايه وبعد سوقها مر نري شيء خفيا مارت وعليه مش ولا أقلات هاي دخي أكيد ما خشوا بالمية خام أمر مثل أقلات نتوا أكيد ما يكيمي ويعني ما يكيم ولا لا يداري وبالا لا تخمن دي أكيد أنتوا ناجم بيرخى لا يمشي ولا بات ومورج ولا بتربينه إلا أتوا مايا ما شاء الله اسنخ مرمايا وأيناتا وشقيات المايا داني مشقي وكرماني فتخي ولي مايا اللاي أكيد قال لك لا أوري يوم مايا لا ما تري لا بس يوم مايا وبيش يوم مجبور لا تري لا ما تري ولا أخلاته هذا خير حياة هذا خير
ولم جنت يوم خندي المرجيو عليهن باش ولا سمسير مش عمري ولا سمسير ان بشكل يوم سمسير يعني بقايا هذا اي تلف تلف سمسير مالي طنك بداني وقد اشتك نشتك بريا شوات من طنك ونور اخوته ومتي قايش كنت قايش ما خلت تمام امري بركاب يا بيوا بركاب انقر من ايلان انقر مره راه الكبيله الكبيله هي هي دشتك باش باش لو بدي باش راه تخطا يعني بصرت انت كريبلت طلعت طنك منه باش روبا ها هذا خدي ولا روبا هذا الباش القشيرة من يديله باش القشيرة ودي النور من فرقي لآية وبدار دخيت وحرير دخيل ديوالي ابو مشتاق حرير بابي ديوال هتخم هر من انوي بابا. من انوي نعم بس يداري والدرش قماش خزنة رشح قماش واي شوي باي شوي يعني هر ان انوي لي بس اكثر من يعني ديوالي من الزرق لا لا تقتل لا قتل نفس انا بشي وخليه بشي قتل نفس كما دا هو يعرف هر هو يطري من قمصوت ايه اللي يبقى قمصوت اخذك بس بس جيميل خشوا على خيانة ما يوديو يعني تعلق بيركيات مثلا قم بيرك اني تو عليهم يعني بس بختاته ولا بيركياته لا بقوري شقلي ويعني لا لا بس بيركيات الزوالي وشوفاني ما خي ولا يمري ولا بيرك بس يودي عليهم جميع ولا القدادي ثاني ولا وتودي دكتي تي وبيركياته دبت لا بالا دلو بالا من شو تمان مخ وشو تمان مخ شوف انا بتوي جبايا وشوف انا انا شاخير بقلي ولا صوت بس كل لا تقولي كلي اخص قيمه هي تيلا يدي يا اخي لفلان تيلا يدي له بشمه كلي يدي له هي تيلا فلان ويا تيلا فلان خلوا له الطريقه اللي بزاله نرق له دا باقي بطرو قدر ان ما يتلف على مش تخلوي له اجي له ازاله ها الخلوي له وباطرق لاوا يا يودي باطرق لاوا متي مشكي ان ان لا شوف انا مشتم قايمين البلية صوب هذه المريلة يعني نعم وان بيشي تام ناوي قريب يرجع البيت ايه دان باطرة دي لددان ولا هو يا ناوي يا دي ددان ددان يعني تريبي دي خلوي لي صوب ددان يعني ولا ددان يعني تريبي تريبي يعني زين او خليه يشق لي ولا ميتو المات لا هو قريب يداري والمات لا هو قريب فشو تام الله صار خمين خيناتي وخلوي ولا يماتي وخلي يبقى من كوله كول ماتي وشنو يتيق ماتها شنو بودالو بين بود مرتخا بود على المشت هاي مرتخا جبتها وقاش بود على المشت كيد وقت بقت كرا قلنا بدي أد جبتها بداية الد عند خلاوته هني لا يعني من تشتغل جو قلنا بيش لد دونا بعد خلص له وقت ادمستا اد جبت شاو شخينه يعني لا بهر ها بهر قصدك بداية بهر هي جبت له نعم خلوا لي يودي لي جبتها نعم خيار خلينا تقول خيار ها قلبي المستا لو دونا بعد كرا الكرا وقشكي باطر عنده وين باطر مرتخي لندوي وداري لي كيس هاي فيجي ويش برزي برجي بيشي قشكة ماري يعني بستوى متي له رش ما بريزيلة رش خا دي خو خو تد دا قلي كتام هالبيشي ويشي أكيد أتوم من ما قلت لك الجودة بداري البطل اللي تهم ويا دخ كيف يا أبوي أبو مشتاق إن كولة خلال فصول شاتة يعني بقيطة بقيطة خمسة بقيطة وشرياواتها بستوى يمكن لها ولا تشولا لها باوي بالخيو ما يبدي وانا شب ستوى لا تسامين شو لعن قال طرفة ايوه طرفة ما يتيني ان صوت كبيرة طرفة اها او زال القيس الي نعم وبعدين تشريوات اتيها بدانج اتوا وقت بدانج ازراها يعني زوا العين كنت خطوا خلصوا تك اتوا الدقارة اتوا الخملك زوا زين دو تلقى دينا خطوة لا يوم قبل تلقى لا أولي بس ستوى داند هاو يقورة ستوى شو شو لالتو باتيو مكيو قسيتي أكيد زودة قسيتي إن الخايبة باشو مدبور زوال ماتيو ذكرت طرفة لتل طرفة مدبوري لي لقا لي بلطيهم بيتو قلنا يا قرون أدتو القرون زوال القرون قرون أي هاري زالي يعني شو عليه هني ليه
هذه قلت لك بين يسقى وورخ متاج لها يبغى يزوره. يتخرت لي ياما أبو مشتاق. إيه ياما. يعني دان. ياما بريلا ياما عيت. يوم يوتوا. تام يوم لا يوم هو يوم ما هي ده جبيرة يوم. هاي تقول يا وتوا. هي ده بي. ده مخ كلا ضخ يعني يمري بيشل راودانا. أكيد. فورا. إيه ده يو. إيه ده يو. إحنا أنا شفت الكيبي نرجع إيه أكثر إدوات يسقونها الشناخ. نعم. شغلا. تيوخ بشتايا عرق بإيدا فقد يوم بالحوالي إيدا وزورة إيدا ورابة إيدا ورابة يمري بحريوة يعني إيه يمري خرول قلية لا خرول اللي تلق قلية قمنا لخيكمة رواية وخيكمة أني وقروت على الاسنخ قلية قلية أخذت لنا البرق الجلية قال له فدق ولا أولا وقال لك أمني تدك ولا أخذت الجلية يعني تدك ده دك ده زراعية يعني ليلة قال لك أطور عادي ايه عادل يا ردك ولا والله بتوقع هو يمكن لم طول 10 دقائق بطول الجلية مدوبة لخينا برق مات أي كيلة لا أي كيلة بخرابة أنا تلم دوبا لخينا برقوله أكيد أنا بعدي خيرت لم قم لي خاسري إيلاني إيلان وشدناته وقلق لي عندك تاني مخا قم لي قل آه قارق تلا كم دي سرته برررر زلق قلية قلت لي كله قلية قلت لك قلية ش إن دلتها يا خيرت لقطيه دا دقت عخيته من طورة من دو طور أنا سبحان الله من دو طور أنا إلى أني بتلاخى باللوغانو باللوغانو برخاشة تين من دي سرطة قسم من ناكل من دابا دي سرطة قسم مرقي قال لي داكل اها يا برخرو يدني وقال لي أتوى نيرة يعني ناخد نيرة يعني تخيل يعني حوالي زادة من 100 متر نعم مو بالي سرطة ومو بالي سرطة وما يمخات عقب بيجا وورخي قدر ما يخبين قتلوا بالدو ما يخبر بس لو بالها طلت تقلية. اوكي. فقلت له من بعد جبريل دم دموكي. دم دموكي نعم. وبردت تيل انت فقلنا في تاما وفقلنا في لو بالها خلينا هالقي قلية. صيلة قلية. صيلة قلية بشي ايام. وايامها يعني بشي لك ما مش الا يعني ديدا بتشتقى وتسلخ. هل هيدا ياما انا بس ما تيل إيلان تيلا كيف ولا قين ما يم صيلي معدلة ها تملا تقريبا بس إيه بس لغابر بس لغابر كنت أسري فدور بخمينة بلطيلة ورخد إسنخ بشكل فعلا يعني الطروناية هر آية بشكل مدبور يعني بتخلي ورخة خطة لو خطة قدو قدو هنا دو خطة قدو أكيب أو برو تيري أمراي يعني كل مقام الوداد تسكن مقام الوداد اها في المقام الوداد حكومة لانت ما فارم يتخذ بها مشاهد هوائية آية 1931 هويلوخ كما هو عمر ديوخ آية يمرت داند بريلا إيا قويرة يوتوا لا ليتو قويرة يعني آية 18 يمكن 49 كتوال آية من إسنخ يمكن بالخمس بخمسينات يجي ها ليلة رقة ليلة رقة لا بالضبط يعني تمنى سرش إن عمر ديوخ خطلو الطريقة الخسنة خطلو تركيا وباطر هذا خسقلو خسنة خبريلو أول من دي ايه ما يعني بالخمسينات بريلا ايه بريلا وكنا بس قبل نبيري قبل مش تايخ هو نيخد أوراق شمال شنو شتي وخدش كلين مخ بيش لد بيش لد مخ تحت المرقط وبريت يدخل آخر ودني شمال شو ولا رواية فهو مثله يعني مرقط وبريش عند دخل آخر ودني أربط له هد بيدوات دخل آخر ودني يعني خروج قلية وشمال شت وشت رواية لك تي وخدش تايخ هو لك ديوت سبوق ولا يا لك ما مي مرت مرت شمو خطنو ويا وسبق ولا يتيو خل تعب مشتاية ويا بيخرج قال لي قم لهني
كولا ما يمكن سوجو على كولا ما قاشي وجمع اكيد نرى نرى براب له اللي بيجل كتابها بس احنا شباب كولا دلنا اللوب على قد النزار هاي برينا بروجا يعني بروجا ونزار نزار وبروجا وقال لي روي خذ لهم دوب على دوب على خلو البخرا ما لي لا لا بقزالك كولا بسيلة مدوب على مجرب بعض بسيلة يعني كم دي صار بخيار يعني بس يبقى خل 30 متر 40 متر فرق 50 متر فرق بين عندك دوبر دي بتاعي مش لفتق لي معي بروح طوم الطاش نخم يعني قناين أخ زيار أخي عايد شاهد يوتيوب كل يوم بقوله يعني يا خبدي يعني شاهد العيال كل يوم بقوله شاهد الخبر هاي حقيقي يعني هاي بداية توبرين ش مطير خبر عن ذل يعني شو اللي تدق مقطع يوم تعرف شو اللي بنخاف أنا مو بخبرتين يوم أي ولا يوم أي مو بجد يوم يعني بقطع صفحة مقالة كتير بقطع نبلة خير تلم خا 3 متر البطرة هاي خطيلة هناك خطورة هاي هاي كيفة وأبرة وإيلانة وأو مدد تيلي باي شلو يوم بلا وتيلي يعني ما مرد توقيتي خلص خلص ما يخشوتو يعني معادن إيتن قاعد أنطورة أنا أكيد ارتخلا ما مرنك يعني هاي مخي وبدا خوتو إنسرت هاي إنسرت هاي وها لتخا أبرة يسرت لبلط مثلا نفط ما يا يسرت 50 متر خوتو يسرت انتو بتخي من اللي سرته من طريق بابا هي اللي تدق يعني ما يمري ليتها ما قاعد سرته وما قاعد سرته هي 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 أكيد دكت زروته زريوة بيا ولد لد أمني بيش أكيد يعني زريوة زار وصار بيا نعم فاي خدت لك يعني لا مش دكت أبريل لما مر بقيت خمدي ده يا جان خمدي أنا شمالي أنا معلمين يسقيوا الاسناخ توانا خكمة ما وصلنا يا طارق إلي وحكمتي إلي أنا يتخرخ يبري مسقيوا مدزاخو نونة سمك زوري بداري ولك دياما بالليل يوما يبري مديوا مغذي المايا أو أكرا مغذي مغذي إذا مليلة كش لحد المشتا يعني بدانا يعني توا سمك خازوتني أكيد أنا لأخذ اليوم أنا بأخذ لأخذ اليوم يعني هاي بداية وآية أنا بداية وخذ لأنه خذ ما أطري إذا يمكن خاصر ما تأخذ لي أنا بعد إيش القوة بأخذ لأنه بقلية بعد شلي إيش لو بتخلي ورخة حتى وين شلي بتخلي ورخة وبش لدى فترة ورخة بزالة أمره بزالة بتاع يعني هو اللي بقلية بتنحطي نحطي بقلية هل تيل مقاول تيل مقاول وباري وبتيخالي هن ورخة بلدية الزاخرة فاجر يعني. طاري هم قليلة يعني أنه ويجا تخيلي كلها قرداني لا لا مو قرداني إلا سورة مقصورة و... ها مقاولة آه. بس على هذا طريقهم والحكومة الأول اللي يدخلوا حكمة عمراي قال لك عمراي تلفلوك لي تعالى طاري دبرة فاردية خلها يعني إيش إيش تدقرة يبري ولا رودانة رودانة إيه بس يعني... رودانة مو بس بعد ده منطقة محصورة. أي ضغ زلزال. زلزال زلزال. الكيبة ما نبى قال الكيبة دي ممكن ما ميتار الخوت دارك يسرت. لا لا مرتوا. صحيح. فخفر شق ضعيف لا خمدي قوي هذا. إيبا يسرت بيواري يسرت جلية 40-50 متر على وديهم كل كيبة هنا أكيد فبطر كل كيبة هنا. أكيد. وبطرد اللي تدق باي كيف يعني يسترت على لا لا نتخم دي يا ميرا انه عندك الجيولوجي ما قالين يمكن ليلة اهتزاز بس اهتزاز بقى يخي كيف بريا خم دي ظاهر بس مو بس هو اقرب ناقل يعني نادي باري وخم ديانه مثلا فايش خسوف وكسوف ناشد مات دقي وطنك قبالي زوا قال طنك الفر وقراية أي خشوية يعني خمدي ببراية يبني أريس يبني أريس أريس صيرة يبني أريس صيرة إيه إذا بني ما تتو خسوف خسوف إيه تام يبني أريس صيرة بلطي طنك دون خاير ودادي شاشة وارا رودانا يبري متي ولا إيدي الأرا ما يبري رودانا رودانا إيدي درمانا يعني شو بيقول له
وفدي ببالي. ما أخي أنا يتخرت من دنا أحداث آية تدلق معاصرة وزيل لقب أينوخ تامة أكيد هي بطر هي برقولي يعني مو شميلي مناشي حضور شوف العين شميلي نمرية ها لد من يوم بساقة ونج بساقة خلصت لي هن قال لي خير إلا أقول والأفرة بالخاتة ولا أنه بالخاتة فقالوت أنا طيلة يمرية ونطلب برايا وأخذنا بعدين إلا ويغا تشوف خاص قمدي غريب رمانتين لي يعني خجال أني بوزن ألتو كاميرات ودينا شو لا بيجي لا بوقتلتو تعمل ناشتو كاميرا لا أخذنا عادي يعني قلت لا زين بزونك بس اخر سؤال لك وخ ما جوخلوخ بس ما كان لك شطل قال لك من وقت الديو وجهلوخ لا لا بتخيل هاي هاي معلومات بعد مش قال لك الشيرات دمط مريم ايت دمط مريم بنيا على خدتها مقم شير دمط مريم اتوا قدشت الشموني مشموني مشموني شو مش تشوف شموني بيشتا يوا هاي اتوالا خيوم معين يعني يودوت ولا لا وشيرة اكيد خبينا يا تبالي لان مقدش القاشة تاعنا الاخوان لا لا السق ولا خبينا بالسبعينات يوا اخر سق تاني يوا شيرة مطمريا زلالة نوش مولي زين بكت شمالي شو شخرة هد لا هدي زالي مد يعني زالي يمل هيوا مالي شمال جاو مالي بس يعني بخبي انا يا تبالي ما قلتش لي تامه الاخوان تامه دخل بس ما مريض لا لا رقت عم صار الغداء مش من ليش عم رشمي وصلي ونسقي ولا عين مش موني ويسقي ولا بس مش موني يعني اتقتل يعني يمكن بعمر دس زمان نسطور يعني زمان نصرنا يعني زمان نصرنا يعني شيراته اكيد شيراته قال لك بسيط يعني موجب عليهم يعني. ايه نعم. كخهم دي باري منه. نعم. ليه ما خيدوا انا تعمت او بعض قوطي او ما زي فلان قلت يعني. اوي وحقيقي شيرة. ايه اوي. يعني يمكن ارادة اللي مش قال لك. قالت له مش قصة تساور. انك مديرة. مديرة انه دولمة انه يعني خمدي بسيطة من دي قليل هاي باب خطا قلت قليل هاي باب قصر انا ما كانت قليل يعني قطي اتوا باب طلع خيس قا داري ترى وصل منه المراقة وخينا بس طيمه اكيد يعني طيمه ايه نعم راحوا متي رقم مقطع رقم قاشا رقم انا فودي انا اللي يخلي هاي الشيء يعني ما خير ما تشوف كخ كبتو كم خاص ايه هذه حضير خلينا كخ ومن الشمس الضيوف من دي داوقة وهم دي داوقة بس أخلا ما فيك هاوي وان يعني خالص أخوة يعني فيك بداية قيلخ يعني أكيد بداية فيك لأن أول بداية شليها وبيلة لا يقول لك إيه فرنسي أول قرب جورية هاي فيك مبيل منه هو قرى دي أمريلي رشماته نعم رشماته فهو يبقى الشمشان اللي هو الفاوي يبقى يخدش من التيني يخيك ما انو باش لي داود باش لي بس قل اكثر من دي قربي جورية مش يبقى الشمشان له وزاد جيلي زاد جيلي يعني انو زاد جيلي يبقى لي داود يا وكي تات التيني يعني بقلت بس نلت انو داودت لي كامل ما يتت لي حتى من شركي قليلي هاوي ما يتت خطري معهون تيني خطري طلعت معهون انوي يعني متيو رقم عريف رقم مقطار اخذنا مسؤولي الرابع اخذنا لا ما اعطيه ولا جمدي اكيد ايمن يوا خزيته خاي خريت الاسنخ اي مشاتها مشاتها اكيد خيته في بغداد وكليف لا هذا سقنا لداود باب زياد ججو ها حضروا على الخايف سبعيناتي و سبعينات 72 سفلان داو بعد هذا فرصة لي بعد زيارة ديو خريطة خريطة نعم
من يوم اختار دانا؟ يمكن حبه أبو حبه أي. حبه لو لا عيشاتي حبه لو لا منصفتي ويو منصفتي ويو أن آدم رونا ونروح أبوه بالضبط بالسبعينات هاي ب 74 مطين هاي ما خمس لطلع شو بدي خينا بهرت لي أنا فيديو والله ما برد شو أخذ لي يا ريت أنا قصية تبسيمة شكرا خلق قال لك طبعا يا ريت أيوة فيديو أكيد ما دام شكرا خالد دلي دت أنت تهاي بنتها أو فكر بريجن ما شاء الله أنا بقول لهم دي يعني أكيد يعني لان ليه غزور يعني لا الحمد لله بتقارى احداث وشمانه ومناسبات وتقاليد كل ثقيله هنا اكيد فاذا نعمتها من على هاي شكرا شمد على طبعا تضغط تدعي على هاي الدهاوي من اللي دار امبارح الها ناطره اقول له صحه وعافيه شكرا خلق خير شوف الجمعيه يديا صناد دي لقاها ولا مزد ولا مزد ولا مزد جمعيه توخن هذا ما جمعيتها كلنا وضربوا على جمعية التوكل اكيد لا تعرف لا تعرف تنبربز جمعية التوكل خير دعا لها وبصلواتها وكلنا اخذوت اكيد اكيد ما دعي نية صافية لا يزال من بربز اني لا نية صافية بس انا اتقل لك اتلي نية صافية اكيد اكيد دعا لها لا يقطيع بطخك مليلة نية صافية بس خشم كلها كتخموج بعقل ولي كلها نية صافية بس كتخموج بامكانيته على هذا ولا لا امكانيته ايه كل شيء صافي الحين نعم تعرف هي اكيد اخنا قال لك يا خب صيخ خاها الدام دخ ابو مشتاق قاعد جمعيه ديان دي لخا يعني ارث من صنات دي مستفود منه دخل شماله وخن وخزيله وخن بوا لقاء منه قلت له ان امكانيات وعلى هو الى لالو يا نعم التذكر يعني ودي اللي بتخارم من ديان سقيلة اسناخ واستفد لان ديو قال لك منه شكرا قال لك شكرا انا مقبولة فين وانا مدد جماعتنا ادهاوي بمشاوي لي معلومات ان شاء الله وبزد محبة ان شاء الله بين محبة ليه محبة كم دي ليه بهاري براسك اهم دي محبة شكرا خلوخ وشكرا خونا المنصور دي البقيامة بابا واجب تأريخ يعني هو البودة توثيق دلنا معلومات أكيد لنا مسأل قال لك كل شكري أكيد لنا مسأل لا يقاصر أكيد مناسبات وتلقي قابلية تطمدي نعم نعم وجاي لنا شو تقع ليه ما رقع مش لا صاطي خالوات وبيو كيف نطوتك ثانك يو شكرا ابو مشتاق يا اخ منصور ثانك يو شكرا ابو مشتاق هذا ناطر الله يحفظك والله على باب سفر صفرة زال اخوات سلامتها ان شاء الله خالص ليالهم والله فكر ديان بلبا بصلواتها زال اخوات بسلامتها شكرا خلص خير وبس ما قالوا شكرا ثانك يو شكرا شكرا